لازم اجيله. هو اكيد شاف النادي الاهلي وشاف خاصه لعيبه المركز، اذا كان محمد شريف، رجوع محمد شريف، في احمد ياسر ريان، في مروان، ايه اللي ممكن هو شايفه كلعيب محترف ممكن يقدمه مختلف شويه عن اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي؟ أعتقد أنه بالنسبة لي أفضل أو أول كل شيء أن أكون أشعر بهذا الشرف، أن أكون وسط هذه الكوكبة من اللاعبين الكبار. وحين تلعب مع إدارة مثل هذه ومثل فريق كهذا، عليك أن تقدم كل ما لديك. طبعا المأمورية ليست سهلة على أي منا، ولكن أن تؤمن بما لديك، يعني أن تقدمه وأن تعمل هذا، أن تقوم بهذا العمل يوميا، هو دوري.